بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مساء الخير للجميع. باليوم الثاني من رياضتنا الميلادية 2022 بحيي حضوركم، مرسي لإنكم جيتوا بهالبرد. بنحيي الآباء الموجودين، أبونا ربيع وأبونا عبد الله وأبونا راجي الشمامسة، كل اللي عم يشوفونا عبر الفيسبوك. صحيح نحن هون نطلع 50-60 شخص اللي هني، بس عم لاحظ انه على الفيسبوك عم يحضروا 1000. بنوجه لهم تحية، بنقول لهم انه دايما كلمة الله، دايما كلمة الله الهم تبعولها انه تنتشر للناس كلها. امبارح تأملنا بكلمة، واليوم بكلمة، وبكرة بكلمة. امبارح تأملنا بفعل من بعد ما العذراء مريم ولدت يسوع ابنها البكر، بقلنا اللي قديس لوقا قمطته، لفته بالأقماط. اليوم رح نتأمل بكلمة تانية، هي كلمة أضجعته في مذود. Elle a déposé dans une mangeoire. حطته بمذود لا ينام. مثل ما شفنا امبارح، هالفعلين هن الوحيدين من بين الافعال يلي عاده تنعمل للطفل يلي نقلنا اياهن لوقا. ما خبرنا كيف الولد تغسل، كيف قصوا له حبل السره، ما نقلنا، ما نقل إلنا بالانجيل الا انه امه لفته بالاقباط. واليوم رح نتأمل أضجعته في مذود. عادة وقت الولد بيولد، كل أم من أمهاتنا بتلفه بالقماش. خاصة بالزمن القديم كان عندهم عادة إنه الولد يلفوه يكون مجمد لحتى يكون ظهره جالس ويطلعوا أعضاءه جلسين، عظمه يجلس. هيدي كل أم بتعملها مع ابنها. بس مريم العذراء تفردت بعمل آخر، ولا مرة قبلها ولا مرة ولا امرأة بعدها عملته. شو هي؟ إنه من بعد ما لفت ابنها بالأقماط، وين حطته؟ بالمذود. المذود يلي ما بيعرف هالكلمة من أولادنا، هو المحل يلي بيحطوا فيه أكل للحيوان، العلف للحيوان ليأكل، معمول من خشب أو بيكون على الأرض. هو هالمحل الحقير يلي يقدم فيه الأكل للحيوان. الترجمة يلي بين إيدينا عادة بتقول أضجعته في مذود. أضجعته يعني نيمته، فعل ضجع بالعربي يعني نيمته. الترجمة هيدي أضجعته في مذود مش دقيقة، لأنه بالفعل اليوناني باللغة الأصلية يلي كتب فيها القديس لوقا بيستعمل فعل يوناني كتير دقيق، هو فعل أناكلينو. ولو بدي أعمل شوي درس إنجيل بس لتعرفوا شو المعنى وراها. فعل أناكلينو مش دقيق نترجمه بأضجعته، إلا كوشي في كوشي دون زون مانجوار، مش مزبوط. فعل أناكلينو إذا بدنا نترجمه مزبوط أتكأته في مذود. كمان بالعربي صعب، فعل أتكأته في مذود. شو يعني هالفعل؟ شو معناته هذا؟ تعرفوا انه من قديم الزمان وقت كانت الناس بدها تاكل، بدها تشرب، بدها تقعد على الميدة، ما كان في كراسي، ما كان في طاولات، كانوا يقعدوا على الارض. وبعد بتضيع عنا القديمة، بعد في ناس بتاكل على الارض. والناس كيف كانت تاكل؟ كانت تتمدد على الارض، تحط ايدها على ميله وتاكل. هيدا
الواحد سالونجي السيتاندر بارتير حتى يأكل، هيدا بالعربي معناتها اتكأ، اتكأ كي يأكل، يتكئ كي يأكل. مريم العذراء فإذن أتكأت ابنها بالمذود مش لحتى يأكل، حتى يؤكل، لأنه هالفعل المستعمل فظيع، أتكأته في مذود مثل كأنه عم تقلن للناس هذا ابني أنا ولدته، رح حطلكن إياه بالمذود هالمكان يلي الحيوانات بتجي لتاكل فيه، فضلوا هو للأكل، كلوا. أتكأته في مذود، هذا لقلكن مقدم يسوع. يسوع حطته مريم بالمذود لحتى قدمته للناس رمزيا، عم تقول لهم تفضلوا يا جماعة هذا يسوع لإلكم كلوا. الحركة اللي عملتها مريم هون بشكل رمزي، يسوع بآخر حياته رح يرجع يعملها بشكل حقيقي. تتذكروا بالعشاء السري شو بيقلنا الإنجيل؟ وقت يسوع قبل ما يتألم بيقلنا دخل للقاعة يسوع، اتكأ مع تلاميذه في العشاء، قاعد عم يأكل، نفس الفعل أنا كلينو، اتكأ مع يسوع مع تلاميذه في العشاء، وهونيك بالعشاء الأخير مع تلاميذه بالقاعة شو عمل يسوع؟ قدم حاله لا يؤكل، وقت قالن للناس خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي. يعني مريم وقت ولدت يسوع قدمته للعالم للناس، حطته على الميدة ولو هي ميدة حيوانية لحتى يأكلون الناس. هالحركة الرمزية حقق يسوع بنفسه وقت قبل ما يموت، وأعطى نفسه للناس يكلوه عندما اتكأ في العشاء بالآخر. بين أنا كنت عم بتأمل بهالمشهد كيف المريم العذراء حطت ابنها بالمذود، لقيت إنه يسوع دايما، ربنا يسوع دايما يقدم للناس، دايما إلي تجور أفار أموند لحتى يكلوه، هو دايما يعطى للناس، دايما بيبذل نفسه للناس. يسوع ما بيعرف إلا ما يقدم نفسه. عادة نحن وقت يسيبنا كئيب شو بنعمل؟ بننزوي، بنسكر الابواب، بنروح مننام. يسوع ربنا ما بيعرف ينزوي، ما بتصيبه الكئيب، دايما هو مقدم للناس، دايما هو، انا بسميه دايما يسوع برا واقف، يا جماعه تعالوا يا ناس يا عالم، انا لالكم، انا مقدم لالكم. سفر الرؤيا بفرجينا اياه، انا برا واقف على الباب عم دق علي، تعالوا. دايما دعوه يسوع للناس انه نجي، دايما هو مقدم للناس. لاحظوا كل احد، كل أحد هو يقدم إلينا طعام، سواء كنا نحن مستحقين أو غير مستحقين. يا ما في ناس نحن منعرف بطبيعتنا البشرية، منعرف إنه نص الناس الموجودين مش خارج يجوا يتناولوا، بيجوا يوقفوا بالصف ويسوع يقدم لهم، ونحن منعرف انه مش خارج يتناولوا ويسوع يقدم لهم، يقدم لهم من دون اي مقاومة. ولا مرة حسيت انا وعم ناول يسوع عم يشد ايدي يقول لي ما تحطني بتم الناس، او اقل انا وقت بتناولوا عن غير استحقاق. صار اسير رغبتي، اسير ارادتي، انا عم باكله ولا بيعمل اي ردة فعل ولا مقاومة،
يسوع دائما إليه تجول أوفار، مقدم لإلنا، واقف برا ناطر، واقف على الباب عم يكره. همه الوحيد أن ندخل في علاقة حب وصداقة معه ولو نحن غير مستحقين. بيقول لهم لتلاميذه جمعته المشهورة: لا أدعوكم عبيد بل أنتم أحبائي أصدقائي. ربنا يا ربنا ترك لنا صورة عنه والأروع من هيك. منوا إليه بصد حلوا عني، ما منوا إليه بينزوي بيقوته وبيقعد بيحرد. إليه تجور أوفا. إلهنا أنا بسميه إله النعم مش إله اللا. الميديا بهالأيام، الإعلام، المجتمع بيحاولوا يصوروا يسوع المسيح إله اللا، إله الممنوع. ممنوع تنبسط، ممنوع تفرح، ممنوع تكون إبانوي منفتح. أنا بلاقيه بالعكس، هو إله النعم دايما. ربنا بده إيانا مبسوطين، بده إيانا منفتحين، بده إيانا نحب الحياة، بده إيانا سعداء. اوعى تفكروا وتصدقوا هالصورة السوداء يلي بيقدموها عن ربنا يسوع، واللي بيقدم حاله دايما، واللي بيقدم حاله دايما للناس هو أفقر الناس، ما عنده شيء لإله. في أحد الكتاب الفرنسيين فرانسوا فاريون بيعطي أجمل صفة عن الله، تعرفوا شو هي؟ نحن بنقول عن الله أنه هو غني، كلي الرحمة، كلي مكتفي بذاته، بس فرانسوا فاريون بيقول عن الله هو الفقير دائما، إليه تجور طافر، ما في شيء لإله، دائما بيعطي حاله للناس، مقدم حاله للناس. هذا ربنا. هاي مريم هيك عملت مع يسوع. تفضلوا يا جماعة، هذا ابني محطوط بمحل ليتاكل ليتقدم على المائدة. كل أحد منكرر هالجاست هيك. لمين يسوع بيقدم حاله؟ منه موجود على مائدة، موجود بمذود. مين المدعوين للأكل؟ مين هن المدعوين؟ هن يلي بما انه محطوط بمذود، حطته مريم بمذود، ولا ام بتحط ابنها بهالمحل الحقير. مثل كانه مريم عم تقول له لابنها: من هلا ورايح يا يسوع، انا حطيتك بالمذود، من هلا ورايح انت اللي بدهم ياكلوك هن اللي بيشبهوا الحيوانات، هن اللي بيشبهوا الحيوانات. اذا حتى لو كانوا غير مستحقين، حتى لو كانوا مقرفين، حتى لو كانوا كلهم عفن. تعرفوا الحيوان فايتين شي مرة على زريبة؟ نحن عنا بالدائر في زريبة بقر، مجرد ما تفوت عليها دقيقة ما فيك تطلع، ما فيك تفوت عليها من الريحة، بتنتلي ريحتك، باردون على الكلمة، زبل وسخ عفن. هيك مريم عم تقول لابنها: انت لمين بدك تتقدم؟ لمين انا عم قدمك؟ عم قدمك للناس اللي بيشبهوا الحيوانات، قرف وعفن ونتاني، لكل شخص غير مستحق، لكل شخص بالعربي في كلمة بهيمة، بيشبه البهيمة، بيشبه الحيوان. هذا مريم فرضت على يسوع انه ينزل لهالدرجة للناس، يكون للجميع، وخاصة هو قال على كل حال: لم آتي من اجل النضاف، ما جيت من اجل النضاف والمناح والابرار والصديقين، لم آتي لادعو ابرار الى التوبة بل خطأ. اول شغلة عملها يسوع وقت بلش رسالته صدم الكل، صدم كل الجماهير، لانه مع مين صاروا، مين صاروا اصدقائه، مين صاروا احبابه، مع مين عاشر مين عاشر الخطأ والزنات والعواهر يلي كان المجتمع رذلهم حطتهم على جنب.
كان وفي لوصية أمه، كان وفي. أنت من هلأ ورايح إذا بدك تعاشر، بدك تعاشر الناس يلي ما بيسووا، ما بيسووا، لأنه أنا حطيتك بمذود حقير. شوفوا عند متى عنا نفس المشهد. تعرفوا القديس لوقا حكي عن الرعاة والمزود. القديس لوقا عند القديس متى برواية الميلاد بيحكي عن المجوس. المجوس مين هني يلي اجوا لعند يسوع؟ هني منن يهود، هني غرباء، هني جايين من بعيد. بس أقله أقله عند متى المجوس قد يكونوا ملوك دروامج، قد يكونوا كهني دبراتر، قد يكونوا ديماجيسياك، قد يكونوا أسترونوم علماء فلك. عند لوقا أكثر في رد لوك بلو راديكال، في جذرية أكثر عند لوقا. مش بس الغريب الملك والماجيسيان، لا، يلي بيشبه الحيوان هذا لازم يضل حد يسوع. يسوع مقدم للأشخاص الرعاة يلي ريحتهم طالعة. ما تفكروا انه انا عم بالغ بالحكي. ليش لوقا، لي لوقا ذكرنا وقد جعط أتكأته في مذود؟ عادة الام، انا مرة رحت كنت عم فتش بالانجيل، رحت للعهد القديم، رحت قريت كل الروايات، كل القصص يلي بتحكي عن ولادة الطفل، عن يعقوب، عن إسحاق، عن كل القصص بالعهد القديم اللي بتحكي لنا انه الام ولدت. كلهم تقريبا من بعد ما تولد الام بيقولوا لنا انه كانت تاخد الولد الام وتحطه وين؟ بحضنها، بحضنها. اذا بتقروا مثلا سفر راعوت، سفر راعوت، من بعد ما ولدت راعوت ابنة عبيد تاخدوا نعمة اللي هي حماتها وبتحطوا بحضنها، مثل كأنه بتتبنيه، بتتبنيه هذا الولد لإلي. عند لوقا كان في قلنا انه يا مريم من بعد ما ولدت يسوع حطته بحضنها، ما قلنا. وحطته بحضنها يعني تبنته، اعترفت فيه انه هو ابنها. هيدا رمز الام وقت بتاخد ابن المولود وتحطه بحضنها، معناتها عم تعترف فيه انه ابنها، مثل ما عملت نعمة بالعهد القديم. في مشهد تاني بالروايات القديمة، كانت وقت الام تولد كانت تحطه على اجريها، على وركة، مش بس بحضنها، على وركة كمان. هيدي علامة تبني، جادوبت لفيس كو جي انفانتي، ادوبسيون، تبني. تتذكروا اولاد يوسف ابن ليعقوب، يوسف يلي عاش بمصر وصار ملك بمصر، جاب ولدين اسمهم إفرائيم ومنسى، كانوا بمصر. يوسف وقت رجع التقى ببيه يعقوب بالعهد القديم، وقت رجع التقى ببيه الختيار، أول شغل بيعملها يعقوب بياخد إفرائيم وبياخد منسى يلي هني ولاد يوسف، بحطهم على إجري، مثل كأنه عم يقوله ليوسف إنه ولادك هني ولادي. مريم لم تحضن ابنها، ما تبنته لإلها، وما حطته على وركة مثل ما عمل يعقوب. قدمته مثل كأنه عم تقول يا جماعة هذا الولد مش لإلي، سوني با مون فيس سولمون، هذا مش لإلي، هذا لإلكم. قدمته وحاسه بقلبها انه يسوع هو مش ابنها. لاحظوا بروايه الميلاد وقتي اذا بتكملوا لوقا الفصل 2، يسوع فات على الهيكل عمره 12 سنه، وقت ضيعوه اهله
وراحوا يفتشوا عليه. وقت لقوه بالهيكل بين العلماء قالت له أمي وينك يا ابني؟ ضيعنيك، بدها ترجعوا لإلها، بدها ترجعوا لحضنا. جوابها جواب قاسي. شو قال له؟ قال له ما بتعرفوا إنه أنا لازم كون لا بي؟ مثل كأنه يسوع حد ديستانس بينه وبين أمه، مثل كأنه عم يقول لها أنا ابنك إيه، أنت ولدتيني إيه، بس أنا للناس، أنت قدمتيني للناس، ما حصرتيني. مثل كأنه ابنها مش بس لإلها، لكل العالم، قدمته للناس. هيدا عظمة مريم، إنه ولدت ابن الله بس ما حبسته لإلها. لا، لأنه يسوع لا يحبس، لا يسجن. أسوأ شيء منقدر نحن نعمله المسيحي مع الرب هو إنه نغلفه، نحط له كادر، نرسم كادر ونقوله ليسوع أنت عود هون. يسوع لا يحجن، لا يغلف. حتى الكنيسة ما بتقدر تختصره ليسوع. يسوع أكبر من الكنيسة، يسوع أكبر من طوايفنا، أكبر من الكاثوليك، أكبر من الأرثوذكس، وأكبر من الأقباط، وأكبر من اللاتين. يسوع هو أوسع، ما بيقدر يتغلف، يتحجم، ينحصر. أنا بتعرفوا شو بيضايقني بالغرب هون؟ بيضايقني وقت مثلا واحد بده يعرف عن حاله بيقول جسوي كاثوليك. حتى كلمة جسوي كريتيان ما عادش يستعملها. أو إذا كنا بروسيا ببلاد الأوروبا الشرقية بيقول جسوي أرثوذكس، ما بيقول حتى جسوي كريتيان. يسوع أوسع من كل هالمؤسسات اللي نحنا نعملها. أنا وقتي عطيت كور سان بول وصلت لوقت، إذا بتتذكروا بالزوم قلت لوقت إنه في ناس غير مسيحية بيخلصوا. واو، كانت مفاجأة للكل، صدمة. معقول غير المسيحية يخلصوا؟ يخلصوا بيسوع، لأنه يسوع ما بنختصره نحن. المريم قدمته للجميع، للناس كلهم، للناس كلهم. يسوع ما بتوقف قدامه ولا خطية إلا ما بيرحمه. قديش مرات أنا ميلاد كل واحد منا اجى على لعنده مزلول، فل من عنده رافع راسه. كم مرة منيجي لعنده سود نوار، نطلع من الباب الكنيسة بيض عم نضحك. كم مرة فتنا على كرسي الاعتراف مثقلين بالخطايا، مطقطقين راسنا، نطلع خير، لأنه يسوع ما بينحد، ما بي... لا في خطية تحده، ولا مؤسسة أوسع من كل إطار نحنا بنحطه. يسوع المولود في مذود، ولا أي قرف بيوقف بوجهه. أنا مرة كنت عم بتأمل بيسوع المولود، قلت يسوع لم يولد وملعقة ذهب في فمه. تعرفوا شو ملعقة ذهب؟ يعني جاي بس من أجل الناس الشيك. يسوع لم يولد وملعقة ذهب في فمه. بتعرفوا شو كان بتمه؟ شو علق بتمه وقت ولد يسوع؟ تعرفوا شو علق بتمه؟ قشة علف كانت ستقدم لمين؟ للحيوانات، ليقول أنا لكل الناس، أنا لكل الناس. قدي نحن مرات نظلم بعضنا كجماعة بأي رعاية من رعايانا، سواء بالاغتراب أو بالشرق، لأنه منعرف بعضنا منظلم بعضنا، نظلم بعضنا بنظراتنا، بأحكامنا، بمرات أحكامنا القاسية. هاي شو عم تعمل هون؟ نحكم على بعضنا. هذا هلا صار يفهم عامل حلو قديس جاي على الكنيسه. اذا يسوع قبله
ليش انت بدك تحط حد لرحمته؟ مرة رح أخبركم هالقصة صارت معي بإحدى الرعايا. في مرة كانت تجي على الكنيسة دايما مرتبة، دايما عاملة ميك أب، دايما حاطة برفان، لابسة أحلى تياب وتفوت على الكنيسة. أكيد بالرعية ما وفروها من حكي، تجي دايما تجي دايما وكلها مزوزعة. الناس بلشت تحكي عليها. مرة بتقلي هالمرة هيك بلحظة، كنت أنا وياها قاعدين، قالت لي، قلت لها بتعرفي إنه في ناس بالكنيسة أنت بتشككيهم قدي بتجي مرتبة وحاطة ريحة وحاطة ميك أب؟ صارت تبكي. قالت لي بتعرف شيء أبونا، أنا بنطر الأحد لأجي وحس إني مرأة. ببيتي أنا معنفة، ببيتي أنا مقهورة، أنا حزينة، أنا بعيني من جوزي، بنطر الأحد لأجي على كنيسة الله وحس حالي إني موجودة بالحياة، حس حالي إنه إلي وجود، إلي معنى، إلي 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 محل بهالكون. هيدي طريقتي لأقول لأعطي معنويات لحالي. ليك هي كيف عم تفكر، وليك الناس كيف عم تحكي عليها. مرات نحن أسيين بحكينا، نحن أنا مني وجر أسيين بأحكامنا. إذا يسوع قبل الكل واستقبل الكل، أنا مين لحتى حجم، لحتى حط حد؟ ياما مرات أجمل درس نتعلمه بالحياة نتعلم نشوف الأمور مش بعيني أنا، بعين مين؟ بعين الله. ياما أيام بيكون واقع بمشكلة أنا، بحدا قال لي عن مشكلة وأنا بطبيعتي البشرية غضبت، ما بيسوى، بدي أغضب، برجع بقول لا، روح اهدى، صلي، شوف الأمر بعيون الله مش بعيون. هذا أجمل درس نقدر نتعلمه إذا عرفنا نتطلع على الأمور سواء الشخصية اللي بتخصنا أو اللي بتخص الآخرين بعيون مين؟ بعيون الرب. فإذن يسوع ما خلق وما لقعد، ما لقعد ذهب بتمه، خلق وفيه قشة علف. هو مستعد دايما يعطي الحب، يعطي الفرح، يعطي الحياة. نحن أحبائي بالاغترام مهم كتير نوصل هالمساج لصغيري لأولادنا. اللي منكن عندهم أولاد صغار وبعد الحياة ما قسيت على أولادهم، علمون كيف هيك بتعلمون بالملعقة، بتطعمون بالملعقة، علمون شوي وشوي إنه هالإله هو إله بده إياك تكون مبسوط بالحياة، ابنوي سعيد فرحان منطلق. هاو لازم نعلمهم لأولادنا، لأنه منطق العالم بأنه للولد أنت روح اعمل اللي بدك إياه، كون حر، بدك تروح تختي تزني زني، اعمل اللي بدك إياه. تجي المسيحية والخوري والأبونا والكنيسة، لا، هذا ممنوع وهذا ممنوع. من نعطي صورة عن الله إنه دائما بيضرب على الإيد، le dieu du non، إله اللا. بالوقت اللي لازم نفهم أولادنا إنه مرات إذا أنت استسلمت لخطيتك، للشهوة، للكذب، للزنا، لأي شيء، إذا أنت بدك تستغل حريتك بطريقة غلط بتكون عم تدمر حريتك، عم تدمرها. بيجي الرب بيقول لك كون سعيد، بس خلي غيرك يكون سعيد كمان، فرح بالحياة بس فكر بغيرك، انبسط بس ساعد الآخرين. دايما هالمشاركة مع الآخرين هو اللي بيعلمنا إياها الرب يسوع. إذا بالإنجيل
إذا بالإنجيل عندنا ديفينيسيون عن الله أنه الله محبة بيعطي ذاته، يسوع المولود في المذود بيعلمني أنه أنت الإنسان، أنت كمان الإنسان هو محبة. رجع لأصالته، رجع لطيبته، رجع للبياض اللي فيه، ما أنت كمان إنسان طيب حتى ولو الحياة قسيت عليك. هيدا يلي اليوم حبيت أتأمل أنا وياكم فيه، قدي ربنا عم يقدم ذاته لناس، عم يقدم ذاته لناس للجميع، بس هو عم يدعينا بنفس الوقت يكتشف كل واحد فينا انه هو كمان منيح. رجع لأصالتنا، نرجع للميرون يلي اخذناه، ريحة المسيح الطيبة يلي فينا.